لك حبايب قلبي. اليوم يوم مهم عندي، كل سنة أسوي عرض أزياء. أنا المنتج مالته براد، المنتج المنفذ. هسه هو قاعد ينصب الغراض، الأجهزة، الرنوي اللي يمشن عليه المودلز. تعالوا ياي أشوفكم شنو هذا عرض الأزياء، ليش، شلون أسوي، شلون حصلت على الشغلة. فتشي كلش فن، فتشي كلش حلو. يلا وياي. توني وصلت لهذا المكان اللي قلت لكم، اصلا هو كان معمل يجيب قطن من المزارع مالتهم هم نفسهم اصحاب المعمل ويسوي قماش هنا بهاي المدينه. وهسه كلها تحولت، صارت محل اثاث وفتشي، يعني مكان يستعملوه للحفلات. بعد هذا المكان جيد قديم، حبايبي اريدكم تشوفون الفرق ما بين الغرفة قبل ما تنبني وورا ما تنبني. لاحكي لكم بعدين على عرض الازياء هذا، ليش وشنو والفلوس اللي حيطلعوها منها انا وين تروح. راح تروح طبعا لمستشفى السرطان للاطفال. دا اشتغل على الراك مالتي بجهاز الفيديو الرئيسي وبجهاز النيتورك، جهاز النيتورك وجهاز يعني انترنت، لانه كل الاضاءة بيها انترنت، كل هذني الشاشات العملاقة التلفزيونات بيها انترنت، هو مو انترنت وانما بس نيتورك. اهم شيء انه واحد يسوي يكتب ليبل، هذا واير الفلاني رايح المكان الفلاني، رقم. هذا النظام كلش مهم، لانه يعني من تلاصل نص الشهر تبدي الكيبل على السريع، لازم اعرف هذا الكيبل منين جاي وين رايح. نيكلاس هاي دوين نيكلاس جاد ورك ريلي هارد ان فرونت اوف كاميرا. سنتين الماضي كنا نستعمل شاشات وبروجيكتر، قالوا البرايتنس مالتها يعني ما تبين من بعيد، فرادوا فشي جديد فسجبنا لهم راح نشكل تلفزيون عملاق، ثلاثه من عندهم، واحد على اليمين، واحد على اليسار، واحد بالنص. التلفزيون طبعا هذا يجي قطع وما مستعملي هذا لا اني ولا براد قبل، فهسه انا شغلتي انه افتهم شلون يشتغل، شلون يتنصب، يعني واحد من الشغلات. جايبين طين، يا طين اكثر من طين، رمل من مال بحر، رمل حقيقي مال بحر. انا مو حيسوون هذا الثيم انه كانما بحر. هسه شبكم اوكي. شنو القصه؟ القصه انه هاي الشاشات اللي هناك العملاقة اللي هي مثل التلفزيون بيها في السوفتوير ما شايفة قبل أبد وقديم، وكو حسابات رياضيات بيكسل وما بيكسل وما أدري شنو، فقاعد أحسب وأرجع لي وراي. هاي أغراضي وأنا مسويها لايت ويت، يعني تتفسخ على مدى ساعتها دائما أخذها هاي بالطيارة، وهاي مال تأجير مال هذني الشاشات. هاي الشاشة هياتها وراي تشتغل، شغلتها من الصفر، ما لازم واحدة هيك موديل قبل، بس اكو هذا الخط بالنص، هذا الخط اللي ما تطلع به صورة. وبع هاي الهوسة، شو
شو راد لها؟ راد لها غدا، ما متغدي. لو متغدي جوز افتهم هذا الخط ليش ما يشتغل. داعيكم ميت من الجوع، ميت من الجوع. وطبعا من نشتغل شو الاضاءة، من نشتغل ماكو شيء اسمه ها صحي وما صحي، هاي الغير الموجود اني بالمنقطعة. والموجود محل مال بيتزا، اشهر محل بيتزا يمكن في شارلوت كله. يا بشنه الجمال، ما هاي اللقطة. ما اعرف اروح بالسيارة لو مشي، اروح بالسيارة. هو ياته ياته المكان. بكت عندهم زلاطة شي. يلا خلينا نشوف. الخيمة شنو من طلعت كانت موجودة او موجودة؟ ايش تتباعون؟ ما لا اتذكرها. شنو شو وقت نصبوها؟ بس رحت جبت الزلاطة وجيت العمل في الدوم. ثانك يو مان. باش لقيت بيوت مال عصافير همينة. شو السعر والله هذا؟ 55 دولار. هذا معمل، هذا معمل هنا تلقون كان مئات العمال يشتغلون واصوات عاليه. اوكي يوم رقم واحد بالحقيقه، يوم رقم اثنين هو، بس يوم رقم واحد بالنسبه لي انتهى بسلامات. باكر العرض هذا المكان يتغير نهائيا. باكر شكله حيكون مختلف. مع الفرق يوم الاول عد على خير. احنا ننتظر باكر يجون الكل، المذيع مال التلفزيون، الناس كلهم اللي مشاركين بالعمل حتى يشيكون، يعني نسوي ريهرسلز. يلا ننتظر الحفله باكر.